السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم وتتفرج على قناة بيم أريبيا، ودي إن شاء الله هتلاقي لينك أسفل الفيديو. دي عبارة عن موسوعة كل حاجة خاصة بالبيم متعلقة بيها. زي ما أنت شايف كده بدأنا حطينا مقالات خاصة بالبيم، مقالات مهمة، حاجات خاصة بالطباعة، حاجات خاصة بمشاريع البيم. في ناس كتير بتبقى تعمل ماستر أو ماجستير ومش لاقي المعلومة، فاحنا هنوفرها له بشكل قوي. لو دوست على واحد فيهم هتبدأ تظهر لك المقالة، ولو في اي مصطلح جديد او غريب شوية بنبدأ نحط لينكات بحيث ان انت تقدر توصل للمعلومة بسهولة. يعني على سبيل المثال مثلا لو دخلنا في اي واحدة منهم بنلاقي مثلا بعض المصطلحات بنبدأ نعلم عليها ونربطها بالمعلومات اللي موجودة في القاموس. احنا عاملين قاموس للبيم موجود هنا، المعلومات اللي هي موجودة هنا بنربطها، اول ما بنلاقي مصطلح جديد بنروح رابطينه بالقاموس اهوت. ممكن نلاقي لينك هنا، مثلا المصطلح دوت زي ما انت شايف اول ما وقفت بدأ يجيب لك المعلومات عنه ويدخلك للقاموس بتاعه والشرح بتاعه. والقاموس اضفنا ليه فيديوهات واضفنا ليه صور ولينكات وكل الحاجات اللي ان شاء الله نحتاجها. ولو في اي كلمة انت عايز تعرف معناها اكتب لنا اسفل الفيديو ونضيفها. لو في اي معلومة انت محتاجها في الدراسة بتاعتك اكتب سؤال تحت الفيديو وان شاء الله هندور عليه ونترجمها ان شاء الله ونحطها، بحيث يبقى عندنا موسوعة تليق بالقارئ العربي. وهتلاقي على موقع الموسوعة وهتلاقي قاموس وهتلاقي كورسات موجودة، وكل ده مجاني بدون اي حاجة خالص. كورسات فيها الشرح وفيها بعديها الأسئلة بحيث تتأكد من الاستيعاب. إن شاء الله ده المشروع بتاعي في الكام سنة الجايين، إن أنا أقدم حاجة إن شاء الله تليق بالمتابع العربي، وإن شاء الله يعني اشترك معانا في القناة بتاعت بيم أريبيا عشان توصل لك كل حاجة جديدة وتشيرها مع أصحابك. مفيش مشكلة لو حملت فيديو وتقول لأصحابك، المهم إن المعلومة توصل وناس كتير تستفاد منها بإذن الله.